زي ما قلت لكم اختصرتوا انتم الموضوع هذا بكامله. الكاريزما عالم كبير، اعتبر انه بحر يدخل فيه الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي وقوة الشخصية وفن التواصل وفن الاتصال وكيف اتعامل مع الناس. عالم، انا بعطيكم جزء بسيط جدا خلينا ندردش فيه وموجود عندكم. عززتوا هذا الشيء، اختصرتوا مفاهيم كثيرة جدا في عالم الكاريزما. الكاريزما قال لك في نقاط منظومة، في اسمها منظومة قوة الشخصية. أول واحدة، شوف أنا أول واحدة تتبع الثانية، الثانية عشان أوصل للأخيرة، وخليكم تفهموها لأنها بتفيدك في البرنامج وبعد البرنامج، وقد أتكلم عنه، هي موجودة عندك. قال لك أول شيء الثقة بالنفس أو الثقة بالذات. الثاني قال تقدير الذات. أوف، إيش الفرق بين الثقة بالذات وتقدير الذات؟ والثقة بالنفس ما تجامل نفسك، تكون واثق من نفسك وخلاص. ما تقدير الذات، تقدير الذات تعزز نفسك، ما تلوم النفس، يعني لا تلوم نفسك على قدرها، سامحها، تواصل معها. والثقة، والثقة انك تكون عندك الثقة الداخلية في نفسك، يعني امر ابغى تفسير كذا واضح. الثقة بجيك النفس، انك واثق من الكلام اللي انت تقوله. حلو. الثاني وش هي؟ تقدير الذات او تقدير النفس. النفس انك تقدر نفسك، تعطي النفس حقها. يا سلام، حلو، حلوين حلوين والله حلوين. هنا وهنا اخير، تفضل. اول شيء تقدير الذات، انك تضع نفسك في المكان اللي انت تستاهله او المكان الصحيح. ممتاز. ثقه بالنفس المتعرف عليها، انك تكون شخص واثق وشخص صادق مع نفسك قبل الناس كلهم. جميل. عندك استاذي؟ اي نعم. حلو حلوين. ارفع مستوى نفسك. حلوين، خلنا نختصر عشان الوقت. قال لك دائما ذكرها، الثقه بالذات تعتمد على الاداء. الاداء، فرضا جيت قلت يا احمد صلح لي الكمبيوتر، انا صدق ما اعرف الكمبيوتر، يعني ما اعرف اللي في تفاصيله، لا من السبراني ومدري ايش والهاكر والدنيا ما اعرف له، فانا ثقتي الان هنا مهزوزه في الاداء. اي شيء تبغى تسويه ما انت قادر عليه، هذه ثقتك في نفسك. تقدير الذات يعتمد على الاراء، رأي في نفسي ورأي الناس فيني. وضحت الفكرة؟ أحد يعيدها لي؟ ها؟ تثق في القدرة، تهتز الثقة في النفس في أثناء الحاجة التي تسويها. حلو. سواء كانت في الكلمة وردها أو شيء كذا، يعني ما تعرف. تقدير الذات استقبال، تقدره بس إنها ما تهتز الثقة للمتلقي أو الفعل أو كلمة للمتلقي. حلو. تقدر ذاتك، يعني أنت عارف ثقتك في نفسك بس تستحمل الشخص اللي بيجيك، ما تهتز زيادة. يعني أبعطيك مثال مرة ثانية. اسمك الكريم أستاذي؟ سعود. سعود، فرضا عندي، كيفك في اللغة الإنجليزية؟ بلبل. هنا عجبني هذا بلبل، عجبني. هنا أصبر هنا أوقف هنا عند سعود. هنا تخيل جي قلت له طيب بكرة عندنا في المؤتمر وزارة التجارة، ذاك تجي تتكلم بالإنجليزي، تقول لي إيه ولا لا؟ لا، ثقة بالنفس. فهمتوا؟ هذه ثقة بالنفس. ليه؟ أداء. أنا ما أقدر أدي ذا شيء. تقدير الذات شيء ثاني. تقدير الذات ايش؟ اراء الناس. فرضا انت امام مسجد، خلاص حافظ القران كله، بس قالوا ترى اليوم الفجر بيصلي الدكتور عبد الرحمن السديس معانا، هو حافظ، ارتبك. تقديره لذاته مهزوز. ليه؟ لانه حافظ. وش اللي يهزني؟ ما يغيرني كلام الناس ولا نفسي انا تغيرني كلماتي. ليش تتغير انت؟ ليش تشوف يعني محاضر انت شاعر؟ خلاص هذه مهنتك، جيت وقفت وتبغى تتكلم، شفت الشاعر الفلاني موجود، ارتبكت. هنا نقول عنده، ما نقول انه ثقته مهزوزه، نقول عنده خلل في تقدير الذات. احسنت، تفضل. الحين الثقه في النفس اللي هي الامكانيات اللي ما اقدر اسويها عقليا او يدويا. احسنت. هي. الله عليك. اما الثاني اللي تقدير الذات، تقدير الذات اللي هي شو اسمه، لا اله الا الله. رأيك في نفسك؟ رأيي في نفسي ورأي الناس؟ أي رأي الناس فيني، صحيح. ممتاز. طيب كل الثنتين أنا قلتها ليش؟ عشان تعتمد على الثالثة. قال تأكيد الذات، احفظها، تأكيد الذات. تأكيد الذات قال إنك تأكد على طلبك، الأوردر اللي تبيه. تبي شاورما؟ قل أبي شاورما. إذا كان حر قل ترى حران. طفت عليك الكهرب قل طرفت علي الكهرب. طفشان، ما عجبك الأكل قل ما عجبني الأكل. لا تجامل على حساب نفسك، هنا تنهزل الشخصية أو الذات. كثير من الناس ما يبي يتكلم مع اللي قدامه. تفضل. الله يجزاك، معليش على المقاطعة، أنا عندي سؤال عن الثقة بالنفس. حلو.
كيف الشخص يتحكم في ثقة نفسه وبرضه في لغة جسد عند تقديمه للآخرين؟ كيف يتحكم في لغة الجسد في إلقائه؟ كيف الممارسة أيضا عليها؟ عيدة مرة ثانية لأن كنت أسمع الأربيز، معليش. سم؟ عيدة لأن كنت أسمع الأربيز، معليش، آسف. لا لا عادي، أنا أقول يعني كيف الشخص يكون واثق بنفسه وأيضا إذا كان قدام الآخرين يتحكم بلغة جسده، وكيف يعني يطور نفسه في الإلقاء، في التقديم، في الأمور هذه؟ حلو. هنا سؤالي. حلو حلو، هذه بيجي من ضمن الكلام، إنه أنا أول شيء أعرف إني عندي ثقة بأدواتك، ثم تقدير الذات، تأكيد الذات، وبجاوب عليك في السؤال الأخير في النقطة الأخيرة وأختم فيها. تأكيد الذات، إذا ما عجبك شيء قوله. يعني فرضا أنا مرة كنت في أحد المطاعم المعروفة الفاست فود، واقف جت قدامي بنت خلاص في الطابور، سقطت علي وكذا قالت موية، بس بطلب موية. هنا أنا وش أسوي؟ من باب الاحترام، لا هذه بنت، أنا أوقف خليها. صح تصرفي ولا لا؟ صح. أنا أخليها تقدمني؟ أنت تهز شخصيتك، مو من حقك الطابور؟ لا إله إلا الله. ليديز فيرست أو فيرست ليديز، صح؟ إنه النساء أولاً. أول شيء هنا يبقى إنه لازم تعرف في شخصيتك إنه أول هذا حقك، اللاين هذا لي. يجي واحد يسقط علي إذا شلون معلي اشتراني، هنا تقدر أنت. امرأة شايب كبير، واحد مستعجل معاه قطعة، معاه شوكلت، وانت معك عربية. لكن في الأساس انه اي واحد يسقط عليك، لا هذا حقي. اطلب مطالبك، لا تستحي. انه اي، هذا اللي نقول لك، هنا عندك اهتزاز في تأكيد الذات. هنا عشان كذا انه في ناس يقول لك اول ما يشوف شخص عنده يعني شخصيته ضعيفة، مثلا مدرس او ذا، يقول يا اخي مو واثق بنفسه. لا، هو مواثق بنفسه، مو مقدر ذاته، مو مؤكد على ذاته. هذه النقطة الأخيرة وركزوا فيها، تقبل الذات. خشمك كبير، أصلع طويل، بشرتك سمراء، شعرك، سيارتك، تقبل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من كل التفاصيل. ليه؟ كثير من الناس إيش يسوي؟ مو بس التنمر، انا احاول اني ارضي غيري بكل التفاصيل، اقلها. خلينا نعيش احنا اصحاب السوشيال ميديا، ايش يسوي؟ اصور مو لي، اصور للناس عشان يدرون اني في الكافي الفلاني، اصور اذا رحت البوسنة عشان الناس يدرون اني انا رحت البوسنة. ما تنبسط انت؟ ليه؟ ما عندك تقبل ايجابي لنفسك. طب اصور، بس الاساس انك ايش؟ انت تنبسط لنفسك، انت جاي الكافي وجاي تقابل الناس، ارضى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. تشوف الناس، هذا اللي عنده رينج روفر، واللي عنده بيت، واللي عنده، أول شيء تقبل ذاتك اللي أنت أعطاك يا الله سبحانه وتعالى، ثم انظر إذا كان في شيء يحتاج التطوير طوره، مو مانع، ما في مانع. ما تقدر تطور فيه، تقبل نفسك، لأنه مهما كان تحس أنه شخصيتك مهزوزة بسبب إيش؟ عدم تقبل الذات. سؤالك. أنا أروح أسافر عشان أصور، أو أروح كافي عشان أصور، أو عشان أملع عيون الناس. أي. هذا يسمى بين قوسين، هذا حديث النعمة اللي ما تضر على شيء من أول ما طلع وفجأة صار جاله كل شيء. والدليل أنه تشوف الناس ما شاء الله تبارك الله اللي ربي أعطاهم المال، وحيانا ما يصور، ممتاز. عند مجتمع الفتيات أصور عشان تدري أني أنا طالع، لو نأخذ الصور من جوجل. دقيقة شيخ، فيها بيت يقول لا، أو فيه حكمة يقول أكل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. الله. فأنت لازم إنك تخلي الشخص اللي عاينك يدري إن اللي قدامه لبق إنسان. وهذا الأساس. وذكرتني بيت ثاني اللي في تأكيد الذات، اللي يكتم، يعني من المشاكل إنه يكتم. يعني تخيل إنه ما عجبك شيء مثلاً مع إدارة، تجي الحين مع خويك تشوف خير المفروض سوى كذا، روح قول له طيب لا يا ابن حلال ما أبي. المصيبة إنه إذا جاملت قلت له والله شغلك حلو، هو أصلاً شغله فاشل. زي اللي يقول أجامل وابتسم واضحك وأنا في داخلي مقهور. ليه؟ قولها، بد هالكلمة. طيب أبغى ببديها، هنا تعتمد. أبغى أخذ درس ثاني، أجيكم في يوم ثاني، اللي يسمونه الذكاء العاطفي. كيف أقول الكلمة؟ واحد في كذا شخص قال أنا صريح، الصراحة جميلة جدا لكن لا تصل إلى الوقاحة. يعني فرضا قال والله أحمد سويري قال لي أنه أنا صريح، زوجته طبخت طبخك سم، صريح. أنا لازم أنا أكون عندي تأكيد للذات. لا، مو بكذا. أعطي طبعا في الذكاء العاطفي أني أنا أعطي كلمتين، كيف أشوف الشخصية. تفضل.
الاسترسال او انه في الكلام هو الصراحه نفسه. وهذا يعتمد على الذكاء العاطفي، هذا عالم اخر. طيب هنا النقطه المهمه في التقبل الذاتي، احنا تقولنا ايش؟ انك ترضى بما اعطاك الله سبحانه وتعالى وتطور نفسك. في التعريف مره كنت انا في 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 جلسه وقاعد اقول كل واحد يعرف نفسه خلاص. قبل هذه اذكر بنتي الصغيره 7 سنوات عمرها، كانت في نادي كاراتيه. المهم قلت ها كيف قويه؟ جاء قالت ايه انا بنت احمد السويري. قلت لا، قولي انا رفيف بنت احمد السويري، اعتز باسمك اول. الله يسعدك الله يرضى عليك، افتخر اول شيء باسمك اول. شباب ركزوا في ذي النقطة، لأنه مجرد أنك تفهم غلط صارت مصيبة. افخر باسمك قبل أن تفخر باسم أبيك. أوف يا ولد، أبوي وأمي اللي هم تاج راسي. نعم نعم، لكن شوف العملية عكسية. افتخر بنفسك خلاص، إني فلان وأعمالي وإنجازاتي خلاص. سبحان الله، إذا افتخرت بها وعملت تنعكس كل هالمن لأمك وأبوك. لكن تيجي تقول والله أنا بكمل الدكتوراه عشان أمي وأبوي، دخلت البرنامج عشان أمي وأبوي، غلط. دخلت هذا المكان ليش؟ عشانك أنت. أمك وأبوك الله يطول بعمارهم لن يبقوا. بل أعطيك مثال ثاني، تخيل أنك في حارة من حارات لوس أنجلوس، وموظف في عمل لوجستية، جاك المديرك أمريكي ما يدري أنت من أي قبيلة ومن أي شو اسمه، يعتمد على اسمك، فقال لك سوي هذا الشغل. دقيقة، أنا فلان ابن فلان الفلاني الفلاني، يهمه؟ لا. إذا توظيفك باعتزازك أو تعنزك على قبيلتك وأباك ومدري شلون لن يفيدك. يفيدك إيش؟ عملك وإنجازاتك أنت. طب خذها في الدين، حفظت القرآن، جاء واحد قال بحفظ لي ولا أحفظ لأبوي وأمي؟ تحفظ لمن؟ طيب أمك وأبوك إيش استفادوا؟ تاج الوقار، تاج الوقار انعكس عليهم. انت اقرا وارتقي وطلعت فوق في الجنه، الله يرزقنا الجنه، قول امين. انعكس عليهم. فانت بالبدايه افتخر بانجازاتك، بقرانك، بصلاتك، بانجازاتك كلها تنعكس على الوالدين. لكن لا يكون مبداك انه انا بسوي ذا الشيء عشان امي وابوي. ليش قلت امي وابوي؟ لانهم اقرب الناس لي وهم بيشوفوني، فما بالك باللي يفتخر ايش انه ما سوى ذا الا عشان حبيبته ولا صديقه ولا خويه، عشان يدري اني انا. كثير من الناس عندهم هوس في الدكتوراه، في الماجستير، في النجمة، توثيق. أنا يبغي والله أعرف لكم واحد، وكلكم أنتم يمكن عاشرة المشاهير في أغلب المجالات، يجي أعرف لك واحد يسعى كل السعي. طب جميل جدا إذا أخذت النجمة، حلو حلو برافو عليك، لكن شوف شوف طريقة النطق، أقول والله مو ناقصك يا سعود إلا النجمة. غلط، إن جات النجمة فهي تزيدك، لكن ما أنت بناقص منها. صح؟ صح. هذا الشيء اللي أنا مطلوب مني إنه أعرفه في تقبلي للذات. إن يا أخي خذ الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما عرف بنفسه، قال أنا ولد فلان؟ لا، عرف بنفسه هو. أحد يجيب لي المقولة؟ ها؟ أنا النبي ولا كذب، أنا ابن مين اللي قال؟ وين وين وين؟ أنا النبي ولا كذب؟ أنا ابن عبد المطلب. أعطوني تحية لمدة 30 ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يتعنز على قبيلته من أشرف أنساب مكة والجزيرة العرب، قريش وعبد المطلب. من عبد المطلب؟ أول شيء قال أنا النبي، أنا فلان، قول اسمك، أنا فلان ابن فلان. إنجازاتك، لأنه احتمال هذا اللي أنا أتعنز عليه يروح، ما يبقى لي في حسب المواطن اللي أقولها. وضحت وضحت الفكرة يا جماعة؟ أحد عنده سؤال قبل ما أروح للمرحلة الثانية ونختم؟ تفضل. جميع الأمثلة طرحناها سواء كان عن طريق في كل مجالات الحياة، سواء كان عن طريق حديث أو طريق، لكن أنا بعد في صياغة تقبل الذات، خذ بعد سعد بن جدران يقول الآدمي ما يستريح إلا يعيش بواقعية. لا رضيت بواقعك صح، كلنا عنك راضي. طيب اترك الماك دقيقة. أيوة تكلم تفضل. أقول حنا خذينا على كل شيء مثال حلو، الآيات وحكم الحياة وموارد الحياة، وخذ بعد سعد بن جدلان يوم يقول الآدمي ما يستريح إلا يعيش بواقعية، لا رضيت بواقعيك صح، كل عنك راضي. روعة روعة. عشان كذا أنا مطلوب مني مثلا زي البرنامج الواقعي الحين هذا، مطلوب منك تخرج واقعيتك، تمثل أن الجمهور أذكى
يعني يمكن اذكى من المخرج بيقولك تمثل وشخصية تكمل هذه الشخصية، عرفت؟ لكن هل مطلوبة على حسب توظيفها بكرة تروح مكان ملتقى هل هي نفس شخصيتك تكون هناك؟ لا، لكل مقام مقام. طيب، أو لكل مقال مقام. هذه منظومة، أحد يعرف ليها الأربع منظومة الشخصية، قوة الشخصية اللي ذكرتكم إياها. وش هي؟ ثقة بالنفس، تأكيد الذات، قبول الذات، في واحدة نسيتوها، تقدير الذات، تقدير الذات والثقة بالذات وتأكيد الذات، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي يندمج، أي يندرج فيها. أي كيف؟ ها؟ أي. احترام الذات هي تقدير الذات. طيب، أحد عنده سؤال عشان أروح المرحلة الثانية؟ لأنها ما في هذه. آمري. إذا انخلت من الأربع في شخص واحد، تنهز شخصيته؟ إذا ما حصل الأربع هذه في شخص واحد، إذا ما أقدر أجمع شخصيته تنهز. شخصيته ضعيفة جدا. كيف يقومها؟ الله. هذا السؤال اللي هنا تعزيز في عوامل، في عقوتهم قنوات من ضمنها يقدر يقومها شخص. إيه، وهو بنفسه يقومها. لا، هو مثلا ما قام، هو ما قدر، ما قدر. صديق، شوف، إذا ما كانت القناعة من الذات إني أتغير، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، إذا ما أنت راضي أنك تتقبل أنك تتغير لن تتغير. والله لو نجيب بس ممكن صاحبه يقومه. كيف؟ صديقه. عشان كذا نقول لك الذكاء العاطفي، انا اشوف ايش الاشياء الحلوه اللي يحبها. زي فرضا يعني انت مزاجك انك كافيات وطلعات، هديه تجيب راسه بالهديه، طق تسوي كذا، اسويه يا حبيبي قدام، وش تبي بس؟ فانت هنا تدرس هذا الشيء، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ترى انا اقول لك تحتاجه في كل مكان، انت اعلامي، انت مشهور، ربة منزل، كبير صغير، جد، يحتاج الذكاء العاطفي في عمليه التعامل. ايش الذكاء العاطفي؟ انك تتعامل مع الكبير والصغير بذكاء. تفضل. الله يخليك لهالك. استقبله وما استقبل الشخص، يعني نقول رايك الشخصي. إيه؟ صحيح. طبعا انا في واحد ما احبه بس اني اسلك له، كيف اسوي فيه؟ لا تسلك، غاثني بس اني امشي الامور. مو هذا اللي قتلنا، هذا اللي ذبحنا. بس انه ينشب. ايش العقبه انك ما تقول له؟ ايش العقبه؟ تخاف منه؟ تستحي منه؟ لا، هو في وجهي، هو معي في القريه، كل ما اطلع اشوفه في وجهي كلمه. ايش هي؟ يقول لك ايش بدها؟ وشي تستعملها؟ بدها، لكن كيف ابديها؟ كيف اقولها؟ هذه الطريقه. احيانا مو انت اللي تقولها، تجيب له واحد من بعيد، ترى فيك الشيء الفلاني، ورقه تحطها في المخده، عرفت؟ شيء المهم انه يدري انه. لذلك دقيقه، معليش، الان بعطيكم الجزء الثاني، الاربع على السريع اللي قبل شوي. تقدير الذات، قبلها ثقة بالذات، وتقدير الذات، وتأكيد الذات، وتقبل الذات، وتقبل الإيجابي. بعطيكم الحين نافذة اسمها نافذة الجوهري، تمثل هذه أشياء، أني أنا متى أتكلم ومتى ما أتكلم.